يجون يلاقونا سحر وين ما كان، ناس وبحر وجو جنون بعاصمة كسروان، جو العام كبار وصغار رقص وغني يا لبنان، جمعوا لحم وكاس وناس رقص وغني يا لبنان، بحر وشمس وجو اخوات نص جون يا لبنان. بنص جونيا من 23 حزيران ل 31 تموز. رقص وغني يا لبنان. بمنطقة رأي بلبنان طبعا جونيا، مين ما بيعرف جونيا، كل السياح اللي بيجوا أول شيء بحبوا يزوروا منطقة جونيا وتعودوا يزوروها، ودائما نشاطات قايمة ودائما البلدية بتهتم بكثير من الرياضات والمهرجانات والنشاطات اللي بتصير على مدار السنة، ومنا من 4 سنين لليوم بنص جوني هالمهرجان الراقي اللي بيمتد على أيام وأيام والسنة وصل لأربعين يوم. ضيفي باستوديو سيد باتريك كيناكوزي، رئيس نقابة الجرافيك ديزاين بلبنان ومدير إنتاج فينومينا اللي طبعا اهتمت بتنظيم هالمهرجان هذا. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك وميرسي على الاستضافة. اهلا وسهلا فيك باتريك. بلشتوا من تقريبا 2019 بلشت الفكرة من رئيس البلدية جوان حباشة، اللي موجه له التحية من هون لألو ولكل أعضاء مجلس البلد. جوان كان معي من أسبوعين طبعا. مزبوط. نعم. عم بيعملوا شغل رائع الشباب، ويعني من قلبهم بتحسهم عم بيعطوا. نعم. بلشنا الفكرة أنه بدنا نعمل شيء بجوني. طلعت الفكرة أنه ليه ما بنعمل شيء بنجيب كل لبنان على جوني. أيوة. وانت عادة بجوني بتعلق على الأوتوستراد بالعجقة، فقررنا انه بدل ما نعلقهم بعجله الاوتوستراد نجيبهم على نص جوني. أيوة. على قلب جوني النابض، على هالشارع التراثي التاريخي. هو يعني هذا الشارع رائع واللي هو كله فلات، يمكن الشارع الوحيد بلبنان يعني ما في لا طلعه ولا نزله، بتمشي من اوله لاخره ما بتتعب، ما في مجهود جسدي للشخص يعني. نعم. عنده هيدي المشكله. فكانت الفكره من 4 سنين طلعنا بفكره بنص جوني، يعني بنجيب الناس على بنص جوني على ستريت فيستيفال فريد من نوعه. يعني بوقتها طلعنا بالفكره بعد ما كانت دارجه وعلى فتره زمنيه طويله، عم نحكي 30 يوم صحيح، سنه 40 يوم، سنه 40 يعني. كل سنه عم اول سنه 30، ثاني سنه 33، سنه رحنا على 40 يوم. 40 يوم نون ستوب، كل ليلة عندك 4-5 شوات عم ينعملوا غير عن الكيدز اكتيفيتيز يلي عم بتصير قبلهم. سو الشغل يعني اللي عم بيصير والجوا من الفود للدرينكس للالعاب للولاد للجادجتس لكل هول قصص من جد بيعطوا مع الاناره مع كلها بيعطوا رونق، بياخد العقل يا زلمه. بس باتريك، بس نحكي بمهرجان يمكن نحصره بثلاث اربع ايام لنقدر نحصر العالم اكثر وكلفته بتكون اقل، بس تحكي ب 40 يوم يعني. صحيح. قديش بده يكون مدروس ليعطي نجاح؟ وعندك فكره قديش زار بهالفتره اللي مرقت لحد هلا ناس لهالمهرجان؟ الرقم النهائي ما عندي اياه، بس عندي كنا في ايام عم نوصل 8000 و10000 شخص بالنهار. نعم. هلا بهالشوبات اكيد بتنزل. نعم. وبعد الوقت يعني صرنا بالاربع خمس يعني بدك تعتبر معدل 5-6000 تقريبا شخص هيك تقدريا، على انا حساباتي يعني ما عندي ارقام. نعم. بالنهار عم بيفوتوا مثل ما قلت لك جوزيف، عم بيتسلوا عم بينبسطوا عم بيغيروا جو. التحضير بيصير قبل بشهرين وثلاثة وأربعة يعني، تنبلش نشوف الارتست وقتهم، لأنه نحن عنا المين كونسرت هو بيكون على 9:30-10 بالليل يعني عنا المين، وبعدين كمان عنا يا نيو باندز يا حدا طالع جديد، يعني كل هالأخبار بيتحضروا قبل 3-4 أشهر من الموضوع. باتريك يعني وتنحكي ببرنامج 40 يوم هو عم بيكون شوات مثل ما بتقول 3-4 شو بالنهار، بس العالم بهمها الشوبينج، هل في اهتمام بموضوع الشوبينج والحسومات وقدرة شرائية للناس لأنه تقدر تحصل من هالأسواق على مستلزماتها؟ ليك ما في شك السنة لمسناها يمكن أكثر من بقية السنين. نعم. القدرة الشرائية عند اللبناني متراجعة لورا. نعم. يعني قبل كان يكون في قدرة شرائية أكتر، السنة متراجعة للأسف بالوضع الاقتصادي اللي كلنا وصلنا له وكلنا عايشين فيه. نعم. بس أكيد في حسومات، يعني التجار لجنة التجار بيجوني هي مكبتنا ومشكورة على هالموضوع. نعم. عم تعمل أوفرات، عم تعمل بروموسيونات، عم نقدر قد ما فينا نكون في حسومات، بس هيدي بترجع لكل شخص هو يعني
يعني كنحن كمهرجان او كبلدية ما فيها تفرض على حدا شو بده يعمل، بس اكيد اصحاب الاعمال هن بيعرفوا مصلحتهم، يعني بيقدروا يعملوا بروموشنز على بعض القصص. يعني راضين عن النتائج لحد هلا؟ راضين راضين راضين. نعم. ومتامل كمان كل، يعني عن جد هذا ايفنت فريد من نوعه، يعني بنطلب من كل لبناني ويكبنا هو 3 ايام، لانه هو 3 ايام مثل ما حدا بيحكي عن البرنامج بالتفصيل. بس فينومينا من اي متى بتبلش تحضر لمهرجان؟ فينومينا بتعتبر هيدا النجوني هو البيبي تبعه. نعم. يعني وقت خلقنا الفكره من 4 سنين مواكبينها سنه بسنه، وكل سنه بنطورها وكل سنه بنزيد عليها. يعني السنه مثلا البراندينج تبعنا كان ما يمكن مش مبين بالفيديو. نعم. كان كله براميل. نعم. براميل مدهونه مع بنجونه. وحدنا كل البراندينج بالسوق، كل شيء، يعني كل شيء بيتغطى هون. يعني فكره من قلبك بتعطيها، لانه هذا بيبي عم بتربي وكل سنه بتزيد له. يعني كيف الوالد بتجيب له تياب، كل سنه بتجمله بتزيد عليه اخبار، يعني بتشتغل فيه بهيدا المنطلق. الاغلب شارك مجانا من الفنانين تقريبا. ايه صحيح تقريبا، او بشي رمزي بس مصاريف اذا عنده فرقه او حدا، بس اجمالا الفنانين مشكورين كانت مشاركتهم شبه مجانيه. طب نقول مجانيه باخر 3 ايام اللي بعد ما زار نص جوني مهرجانات بنص جوني، في برنامج حافل نون ستوب، يعني من اليوم امتدادا للتنين اذا بدك، والعاني بنص جوني هذا الويك اند. نعم. والعاني حماس مش شوبات اللي برا. نعم. رجع نحن وهون بلش المهرجان، رح يصير في برود هلا، طمنونا العالم. نعم. ايه طمنونا هلا كنا عم نسمعك. نحن دجا بلش على الساعة 9 اليوم عندنا الستريت بول كومبيتيشن. نعم. بنرجع هلا على الساعة، هلا فعليا هلا في ايفنت كتير كبير عم بيصير مع النقابة. نعم. هو الجرافيتي ايفنت في الحيط، حوالي 120 متر حيط عم بينعملوا جرافيتي هلا حاليا، وركشوب مع 7-8 ارتست بيناتهم الفات كابس وشربي الوهيبي هو اللي داير الموضوع، مشكور على هذا الموضوع، عم بينعمل شيء كتير حلو عن الاب سايكلينج. نعم. منكفي نحن اليوم للساعة 10 بالليل تكون خلصنا كل شيء. بيرجع بعد الظهر منبلش بالكيدز شو، بيرجع عنا بعدين دانس شو، بيرجع عنا من هي الليلة مع حنين اند باند. حنين اند باند رح تكون. نعم. بومينج. نعم. بكرة من الصبح كمان من 9 الصبح عنا ووكينج رالي بيبر. نعم. العالم تبرم بشوارع جون العتيقة، تشوف الشوارع، تفوت على الزواريب الصغيرة اللي فتحناها السنة خصوصا للمهرجان. يعني اليوم إذا أنت بمهرجان بنص جوني صرت بتوصل للبحر، يعني ما عارف شوي البحر بجوني مسكر على العالم كان. نعم. بنوصل على البحر قعدات بتاخد العقل، يعني الرالي بيبر مفتوح ولا محددينه بمطرح معين؟ محددينه بقلب مدينة جوني، بقلب السوق العتيق مع شوي أوزالونتور، يعني كرمال تطلع وتفوت العالم. نعم. بس هاي البيبر ووكينج منه بالسيارة. نعم. هيدا العالم تقدر تمشي ماشي. هيدا بكرة، بعد بكرة لا بعد في بكرة شيء كتير. نعم. أحلى من هيك، بكرة عنا عشية الباراد. هيدا الباراد. نعم. صارت عادة سنوية بنعملها. الباراد بيشاركوا فيها كل فعاليات المدينة. نعم. يعني من الكشافة للصليب الأحمر للدفاع المدني للشرطة، كل واحد بيعمل فوج وبيمشي بالباراد. حلو. وعشية عنا رامي مراد. اوكي. الفنان رامي مراد يلي رح يكون كمان مولعة بجوني من الصبح لبالليل. والتنين اخر نهار، التنين اخر نهار عندنا الكيد شو، بيرجع عندنا قابه، بيرجع عندنا عشيه تحيه للجيش اللبناني بعيده اللي بنوجه له كل تحيه واتكلنا كله عليه. طبعا. مع الفنان الله يحميهم الفنانه آلين لحود. تحيه لكل الفنانين المشاركين، تحيه لكم فينومينا، تحيه لك باتريك، تحيه لجوان حباشي اللي بالفعل بنعرفه قديش انسان وركهوليك ويحب جوني من قلبه. والتوفيق لألكون وبلدي جوني كمان. Thank you لألك. كل شيء. Thank you لألك.